السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح ماكينة الخياطة. واليوم عندنا هذا السورجي نتاع الهند. اليوم غادي نهضر لكم على البلوكاج كي تبلوكي لكم السورجي كيما هكذا، كيما هذه فوالا ماهيش كامل الدور، فوالا هذه راهي مبلوكيه. وهذا البلوكاج اللي صرا راه فيه عده اسباب. دي فوا غير هنا يدخل لكم الخيط، هنا هذه ما راهاش فيها والو، دي فوا يدخل الخيط يبلوكي لكم هنا لا ماشين. واليوم راني نشوف لي كروتشي راهم ملاح، كل شيء راه مليح، مي لا ماشين راهي مبلوكيه. تبعوني كيفاش غادي انا نجبر هذا المشكل نتاع البلوكاج تاع هاد لا ماشين. فوالا نحل هنايا كما راكم تشوفوا، تبعوا مليح هذا المشكل اللي صرا في هاد السوجيتوز هذه. تبعوني مليح البلوكاج اللي راه صاري في هاد لا ماشين. شوفوا هنا غادي نحل هاد لي فيس هنايا، فوالا غادي نحل هنايا كما راكم تشوفوا، فوالا كما هكذا، فوالا لا ماشين راهي دور. وكي غادي نزير هنايا ما غاديش لا ماشين تزيد دور، فوالا كما راكم تشوفوا. فوالا دوك نقول لكم علاش واش مشكل. فوالا دروك راهي مبلوكيه، دونك ما تبلوكيش تقعد دور ثقيله بزاف كما هكذا. دوكا غادي نحل هاد لي فيس ونقول لكم باش تشوفوا المشكل كي هادي بزاف لي قلعها وما يعرفش كيفاش يرجعها لبلاصتها. تبعوني باش تعرفوا المشكل اللي يصرى في هاد السورجي، سورتو هنا في هاد البلاصه كان بزاف اللي يحل هاد هادو هنايا ومن بعد ما يعرفش كيفاش يرد هاد. فوالا انا حليت هادي، فوالا شوف كيفاش راهي. غادي نوريكم المشكل اللي يصرى وبزاف اللي قلت لكم يحل هادي مي من بعد ما يعرفش كيفاش يردها هنايا. هادي راه عندها اون سونس توجور تردوها في بلاصتها. تبعوا مليح معايا، هنا دركا كانت كيما هكذا كيما راكم تشوفوا. هنا غادي نقلع هادي هنا تشوفوا كان توجور توجور تلقى واحد كما هادي انا عندها واحد الشرطه ها يعني، فوالا كما راكم تشوفوا هنا، فوالا وهادي تاني يكون فيها واحد الشرطه ان ما كايناش دونك تكون فهاد، فوالا ها يعني كما راكم تشوفوا هادي توجور تكون مع هادي اللي راكم تشوفوا فيها. هلا كيما غادي تشوفوا دركا معايا، هلا هلا هيا هنايا هادي دايرينها باش توجور ديروها في هاد لوسونس. مصاب ديروها كيما هكذا غادي لا ماشين تولي بلوكي لكم كي تزيرو لي فيس نتاعكم. هنا كي ديرو هكذا ما تكونش في بلاصه صحيحه نتاعها، هلا لازم توجور تفقدوا هاد البلاصه لي وريت لكم. فوالا توجور عندها ان سونس سبيسيال باش تجي عندكم هادي، فوالا كيما بهاد الطريقة. دركا غادي نديرها وتشوفوا النتيجة نتاع بون. هادي توجور كنا نديرها اللي راكم تشوفوا هنايا، فوالا عندنا هادي غادي نديرها مع هادي دونك كانت بهاد الطريقة. دركا غادي نردها بهاد الطريقة وندير لي فيس وتشوفو. فوالا راني زيرت هنايا وزيرت هني فهاد البلاصة كيما راكم تشوفو. فوالا دركا غادي لا ماشين دور بكل سلامة وما تبلوكيش. فوالا ترقولنا الشرطات هادو اللي يكونو هنا يكونو مع بعض كيما غادي نوريكم. نتمنى راكم فهمتوا هذه المعلومه نتاع الشرطه راهي في هذه الجهه توجور ديروها مع بعض بزاف لي حل وهذه يقلبها تولي لا ماشين توجور كي زيرو لي فيس تبلوكي لكم. ودي فوا غادي تبلوكي لكم من هنا غادي يدخل الخيط توجور تفقدوا لا ماشين نتاعكم وتولي لا ماشين نتاعكم
تولي تخدم بكل سلامه، وشوفوا توجور تاكدوا من الخيط ما يكونش هنايا ولا هاد البلاصات كي غادي تحلوها، تعرفوا كيفاش غادي تردوا الحوايج تاع لا ماشين سيرجي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.